السلام عليكم. توقيت مباراة موريتانيا والرأس الأخضر اليوم في الجولة السادسة من تصفية كأس أمم أفريقيا 2025، والقنوات الناقلة لهذه المباراة يحتل الرأس الأخضر المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة من تصفية كأس أمم أفريقيا برصيد 4 نقاط، وتحت الموريتانيا المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ويستضيف الملعب الوطني بنواكشوط مباراة موريتانيا والرأس الأخضر في الجولة السادسة من تصفية كأس أمم أفريقيا اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 في تمام الساعة 3 مساء بتوقيت موريتانيا، 4 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر إن شاء الله. وسيتم نقل مباراة موريتانيا والرأس الأخضر على قناة بي إن سبورتس HD5.